الخامسة بالتوقيت المحلي، موجز لأهم وآخر الأنباء من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، أهلا بكم. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بالولايات المتحدة الأمريكية بأن الجمهوريين حسموا الأغلبية في مجلس النواب لصالحهم، وذلك بعد فوزهم بالمقعد رقم 218. وقد هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الحزب الجمهوري بالفوز بأغلبية المقاعد في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي. قال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض أنه سوف يعمل مع الجمهوريين على تحقيق مطالب الشعب الأمريكي. أكد بايدن رغبته في العمل مع كل من يعمل لصالح الشعب الأمريكي بحسب وصفه. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة حادث سقوط الصاروخ في بولندا. خلال الجلسة انتقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها روسيا بشأن استمرار الهجمات الصاروخية على أوكرانيا، معتبرين أنها سببا لحادث الصاروخ. في الوقت ذاته قال سفير بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي أن الصاروخ ربما كان صاروخا شاردا أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية وليس ضربة روسية. في ذات السياق أكد المندوب الروسي أن الصاروخ الذي سقط في بولندا صاروخ أوكراني، وأن ما يثار بشأنه محاولة للدفع بالناتو لصراع مباشر مع روسيا. هذا وقد صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي أن الطرف النهائي المسؤول عن حادث الصاروخ الذي ضرب بولندا هي روسيا التي تطلق وابلا من الصواريخ على أوكرانيا. في السياق ذاته جدد أوستن التزام واشنطن بالدفاع عن بولندا ودعم أوكرانيا. من جانبه أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه يتوافق مع التقييم الأولي لبولندا بأن الحادث على الأرجح نتيجة صاروخ الدفاع جوي أوكراني. وقد أوضحت المتحدثة باسم المجلس أدريان واتسون أن الطرف المسؤول في نهاية المطاف عن هذا الحادث المأساوي هو روسيا. وأضافت واتسون أن روسيا أطلقت وابلا من الصواريخ على أوكرانيا لاستهداف البنية التحتية المدنية. حذرت كوريا الشمالية من رد فعل وصفته بالأشد غضبا على خلفية التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها واشنطن مع حلفائها بالمنطقة. وقد اتهم وزير خارجية كوريا الشمالية أمريكا بتصعيد الأوضاع في المنطقة، وقال إن القمة الثلاثية الأخيرة التي عقدت ما بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان سوف تدفع الأوضاع بشبه الجزيرة الكورية إلى ما لا يمكن التنبؤ به بحسب وصفه. من جانبها أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا جديدا. قالت الوكالة إن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي قصير المدى باتجاه البحر الشرقي في أول استفزاز صاروخي لها خلال أسبوع. حذر رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي مارك ميلي من أن أي هجوم صيني على تايوان سيكون خطأ استراتيجيا. قال مارك ميلي إن الهجوم الصيني سيكون قرارا غير حكيم وسيكون خطأ سياسيا واستراتيجيا على غرار الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا. نهاية موجز الأخبار. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم المتابعة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب. يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد فيرتيكال 11747. هنا القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. إلى ملتقى.